بالرغم من معاناته من إعاقة حركية واختلال عقلي، إلا أن هذا الشخص الظاهر في مقطع الفيديو يقوم بتنظيم حركة المرور على مستوى بلديات العاشور في الجزائر العاصمة. يقوم بعمله هذا الذي كلف به نفسه على ما يبدو بصفة يومية، يلتحق صباح كل يوم بمفترق الطرق هذا، ولا يغادره إلا والساعة تشير إلى تمام الخامسة مساء. هذا وتجدر الإشارة، إلا أن هذا الشرطي المفترض يبرع في تنظيم حركة المرور إلى حد أن كثيرا من المواطنين طالبوا السلطات بتفويض تنظيم حركة المرور بصفة رسمية.